امتدح والي شمال كردفان المكلف محمد خضر محمد إدارة النظام العام بمحلية الشيكان بالمجهودات الكبيرة التي ظلت تقوم بها الإدارة في الكشف عن المتلاعبين بالدقيق المدعوم الذي ظلت تقدمه حكومة الولاية تخفيفا لأعباء المعيشة. جاء ذلك لدى وقوفه ميدانيا على الضبطية التي قامت إدارة النظام العام بالكشف عنها من الدقيق المدعوم المخصص للخبز معدة للبيع، وذلك في إطار متابعة ومراقبة المخابز بمدينة الأبيض. وأكد الوالي أن معاش الناس خط أحمر لا يجوز التهاون والتلاعب به، وأنه سيتم تقديم المتهمين لمحاكمة وإجراءات عادلة. من جانبه أشار عصام محمد صالح المدير التنفيذي لمحلية شيكان على أن هذه تعتبر الضبطية الثانية في أقل من أسبوع، واعتبر أن هذا الجهد يعتبر رسالة لكل الذين يحملون بل يحلمون بتحقيق مكاسب رخيصة والمتاجرة بقوت المواطنين.